ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري. عبد العزيز، كيف تبدو التحضيرات والاستعدادات مع فتح باب الترشح في يومه الأول؟ نعم، بالفعل ربما بعد ساعة فقط من الآن سيبدأ كل من ينوي الترشح سواء كان لخوض السباق الرئاسي أو للمنافسة على المقاعد النيابية على مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا بالتقدم الآن بملفاتهم إلى مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نتحدث عن المكاتب أو المقار الرئيسية في الغرب الليبي العاصمة طرابلس، شرقا هنا مدينة بنغازي، وفي الجنوب حيث مدينة سبا. من المتوقع أن يكون الإقبال كبير خلال الساعات القليلة القادمة. يستمر هذا التقديم على مستوى الرئاسة إلى 7 نوفمبر أو 12 أو 22 من نوفمبر، أما فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب حتى 7 ديسمبر القادم. الكثير ربما ممن أعلنوا نيتهم عن الترشح للمنافسة سواء كان على انتخابات مجلس النواب أو حتى الانتخابات الرئاسية قاموا وانطلقوا خلال الأيام القليلة الماضية بالفعل بحملات سياسية أو دعائية ترويجا لبرامجهم التي سيعملون عليها، والكل يحاول على العمل على إرضاء الناخبين. إلا أن ربما فقط من يتحدث الآن على بعض الهواجس خاصة فيما يتعلق بسير العملية الأمنية. ذكر السيد عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات على أن العملية الانتخابية وكذلك الشروع في تقديم سواء بطاقات الناخبين أو ملفات المترشحين ستجري بسلاسة بالوجه الذي خططت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على مختلف ربوع الدولة الليبية. ربما بعد ساعة فقط من الآن سنتوجه بالفعل إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات حيث سنرصد ونتابع عن قرب الاستعدادات التي أجرتها المفوضية العليا للانتخابات هنا في مدينة بنغازي، وكذلك فيما يتعلق على مدى إقبال الناس ممن سجل في منظومة الناخبين على التقدم والحصول على بطاقة الناخبين والتي بموجبها يستطيع الناخب الإدلاء بصوته بمختلف مراكز الاقتراع. نعم. طيب، أول ما أعلن عن فتح باب الترشح بدأت دعوات المقاطعة، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المعارضة على سير الانتخابات؟ نعم صحيح، بل ربما قبل حتى أن يعلن عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح في المؤتمر الصحفي يوم أمس، بعد أن أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب الرئيس أو السلطة التشريعية القادمة، تقدمت بعض الكيانات السياسية لا سيما المجلس الأعلى للدولة وكذلك بعض المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية عن رفضهم لهذه القوانين، مطالبين بالعودة مرة أخرى إلى الحوار السياسي كما ينص اتفاق الطريق على التراضي الذي سيتم بين لجان مجلسي النواب والأعلى للدولة. ولكن بالفعل يوم أمس عقب إعلان عماد السائح الشروع بشكل مباشر الآن بفتح باب الترشح وكذلك بدأ توزيع بطاقات الناخبين، بعض الموالين والداعمين لعمل حكومة الوحدة الوطنية والمطالبين كما رفعوا من لافتات وكذلك معلت أصواتهم من هتافات هم يتحدثون على ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور. البعض يتحدث عن أن هناك طعون بالفعل قدمت من بعض الشخصيات، خالد المشي رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعض الشخصيات والكيانات السياسية الأخرى لدى المحكمة العليا، والبعض الآخر يتحدث عن مقاطعة ستتم في مناطق الغرب الليبي، بينما يتحدث البعض عن أن في حال عدم التراضي خلال هذه الأيام القليلة القادمة بناء على التوصيات التي تمت في جنيف، ذلك يعني بأن لا ضمانات حقيقية حول ما سيتم من نتائج سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية. إلا أن هنا يعزى بشكل كبير للدور الذي سيلعبه المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أخطرت جميع الأطراف خلال الأيام القليلة الماضية على ضرورة الالتزام بالرابع والعشرين من ديسمبر كموعد لانطلاق العملية الانتخابية، واحترام جميع الأطراف في ليبيا لإرادة الليبيين واحترام نتائج الانتخابات أيا كانت. من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري، شكرا لك.